السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا علي علي ساجد من اليمن تخرجت من هذه الأكاديمية المباركة في 2012 وتح وتعينت محاضرا في 2013 وحتى الآن هذه الأكاديمية صرح علمي أكاديمي مبارك في جامعة ملايا الأولى في ماليزيا و59 عالميا كما لا أنسى الشكر والتقدير من لا يشكر الناس لا يشكر الله فأشكر كل المعلمين والمدرسين والمشرفين علينا في رسالة الدر الدكتورة خاصة في قسم القرآن والحديث بأكاديمية الدراسة الإسلامية جامعة ملايا كما لا أنس الشكر والتقدير لكل من ساعدني ودعمني في هذه الأكاديمية المباركة فأدعو كمان الزملاء والأصدقاء في كل العالم أن يساهموا وأن ينتقلوا لهذه الأكاديمية وأن يكونوا من طلابها ومن المتخرجين فيها لأنها الأولى في ماليزيا ولأنها 59 عالميا ولأنها متميزة في البحث العلمي والأكاديمي فمن أراد الشهرة وأراد التميز فليكن طالبا في هذه الأكاديمية في جامعة ملايا الأولى في ماليزيا و59 عالميا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته